وينضم إلي عبر الهاتف المتحدث باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد. سيد حديد، رحب بك معي في هذه النشرة. أهلا وسهلا بك أخوي الكريم، تحية طيبة لك ولكل العامين وكل الزملاء المصاحبين لك في هذه الحلقة وكل العامين داخل قناة ترامب. حياك الله. نحن في نشرة أخبار السابعة. سيد حديد، على أي حال ما الذي خلفه القصف الإماراتي الداعم لميليشيات الكرامة على جهاز المياه أو موقع استثمار تابع لإدارة مشروعات النهر الصناعي؟ نعم، طبعا كما علمنا قبل ساعة تقريبا من الآن قام طيران إماراتي مسير الذي زودت به الإمارات ميليشيات أبو جهل بن حرب وخليفة حفتر بثلاث غارات جوية على مقر مدني، وهو إدارة لجهاز استثمار المياه بالمنطقة الوسطى. هو جهاز طبعا مبنى إداري بالكامل، لا وجود لأي وجود ربما حتى عسكري، حتى حراسات لا توجد به أي حراسات عسكرية. هم من يعمل به هو مقر إداري، ولولا لطف الله عز وجل وأن الموظفين باعتبار أن الدوام الرسمي قد انتهى لكانت ربما تحدث مجزرة وكارثة إنسانية، لأن هذا المبنى يداوم به كل موظفي الجهاز والجهاز الذي يغطي المنطقة الوسطى بالمياه. طبعا ما خلف هذا القصف هو للأسف هو احتراق جميع المستندات الخاصة بهذا الجهاز والأرشيف لجهاز المياه وبعض المنظومات في هذا الجهاز. للأسف خسائر مادية، هو لا يوجد خسائر بشرية ولكن خسائر مادية ستخسر سرت وليبيا هذا المستندات وما إلى ذلك التي احترقت نتيجة القصف ونتيجة اشتعال النيران بهذا المبنى. طيب سيد طه، برأيك ما الذي تهدف إليه ميليشيات الكرامة، أو إن صح التعبير الإمارات بالتحديد، ما الذي تهدف إليه من خلال تكرار القصف على مواقع قوة حماية وتأمين سرت والتي انبثقت عن عملية البنيان المرصوصة التي طردت تنظيم الدولة من المدينة، ولماذا الآن تركز على البنية التحتية للمدينة؟ نعم طبعا، قصف مقرات للقوة هو طبعا كما يعلم الجميع أن البنيان وما بعد البنيان هو إن صح التعبير انتزع شرعية محاربة الإرهاب التي كان يدعيها دائما مجرم حرب خليفة حفتر، وأنه قام بمحاربة الإرهاب وما إلى ذلك. انتفت هذه ربما الخاصية وما ما يقوم به دائما ويطلع ويخرج به للإعلام عبر حتى القنوات الإعلامية، وبالطبيعي يؤثر ذلك على داعميه. الآن لما تكلم عن الطيران الإماراتي يقصف عديد المعسكرات، لأن الفزاعة التي كان ربما كانت الإمارات تأخذها حجة لدعم حفتر لأنه يحارب الإرهاب وما إلى ذلك، كل هذه الأمور انتفت وما حققتها وتحققتها قوة حماية تأمين سرت والبنيان، لأن دائما حتى المجتمع الدولي دائما ما يذكر بأن شريكة في محاربة الإرهاب هو قوات حكومة الوفاق. فبانتفاء صفة مكافحة الإرهاب لمجرم حرب حفتر، ردات الفعل لابد أن تكون قوية وقاسية من هؤلاء المجرمين. أيضا حتى سابقا أن القصف هذا يأتي مع أمرين. الأمر الأول هو تزامن لتحركات لتنظيم داعش في الجنوب، وخاصة بعد استهدافهم في سبها وهي المناطق التي فرض عليها مجرم حرب حفتر. ربما أن تنظيم داعش هو كان حفتر يقول لها قصفك الأفريكم في سبها، اذهب إلى سرت وأنا أمشط أمامك الأماكن والبوابات التي ربما هي تقوم بإيقافك المشروع قدامك، نضربهم بالطيران وانت تفضل اللي سرت. الشيء الآخر هو الموجود المرتزقة السوادين من الجنجويد في شرق سرت في التسعين ومنطقة سلطان والأماكن هذه لشرق سرت، هم الآن مركزهم حفتر أتى بمجموعة منهم من صحابهم من الجفرة
واتى بالتمركز بهم في تلك المنطقه، وكل مار من 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 طريق الساحلي باتجاه الشرق واهالي تلك المنطقه يعرفون جيدا بان الذين يمسكون في البوابات حتى العربيه لا يتكلمونها. طيب الان ما هو رد قوه الحمايه، والى متى سيظل الوضع على ما هو عليه؟ على الاقل لماذا لا تطالب قوه حمايه وتامين سرت الحكومة بضرورة توضيح ما يفعله خليفة حفتر والدول الداعمة له وأثره على الأمن القومي في ليبيا، وأيضا ما يمكن أن يكون دعما غير مباشر لتنظيم الدولة من خلال الضربات الجوية التي تركزت على قوة الحماية؟ نعم، نحن تواصلنا مع المجلس الرئاسي، وتواصلت حتى أنا شخصيا مع مستشارين رئيس المجلس الرئاسي، وطلبنا منهم ما تكلمت فيه انت الان، ان الان اصبح قصف ممنهج، وهو ربما محاوله لانهاء تحركات قوه حمايه سرت في مكافحه الارهاب. طلبنا منهم توضيح ذلك، بل اكثر من ذلك طلبنا منهم حتى مخاطبه المجتمع الدولي وقوه الافريكوم التي دائما ما تقول بان قوات حكومه الوفاق هي الشريك رسمي، وهي رات ما فعلناه وما ما امددناهم بمعلومات. طلبنا منهم وبشكل رسمي مخاطبه هذه القياده بتوضيح موقفهم من الان من قصف هذه القوه، وربما حتى قبل قليل كان هناك بيان استهداف لافريكوم يوم امس، وذكروا وما زالوا يعيدون بان قوه في التنسيق مع قوه مع قوات حكومه الوفاق. وعدونا المجلس الرئاسي بالمخاطبه، ولا زلنا ننتظر هذا الرد ربما صح التعبير المبررات، وما هو ربما ما ردت فعل المجتمع الدولي خلال ما يحدث الان، وهم